عليكم، الله يعطيكم العافية ويسعد مساكم جميع. ونبدأ اليوم محاضرتنا بإذن الله تعالى عن المفصل الفكي الصدغي. طبعا المفصل الفكي الصدغي حنحكي في البداية عن تشريحه وعن آليته الوظيفية، وبعدين الآفات المفصلية، العلامات السريرية اللي بترافقها، أصوات مفصلية، آلية إمراضية، التطور المرضي، كيف عم بيصير التنكس المرضي، كيف عم بيصير إن شاء الله. طبعا بالنسبة لنا نحن المفصل بيتألف عنا من لقمة الفك السفلي ومن القرص المفصلي والحفرة العنابية يلي بيتوضع فيها المفصل. طبعا بالنسبة لنا للأمام من الحفرة العنابية عنا القنزة المفصلية. القرص المفصلي بياخد وضعية للأمام والأعلى من لقمة الفك، بحيث أنه لقمة الفك بتضغط على الجزء المركزي من القرص المفصلي. القرص المفصلي بيتميز بشكل يكون رقيق من المنتصف وأكثر سخانة من الأطراف. طبعا القرص المفصلي مقيد ومربوط بشكل جيد من خلال الأربطة الخلف قرصية والأربطة الجانبية، ومن الأمام بالرأس العلوي للعضلة الجناحية الوحشية. مثل ما لنا شايفين، هي رسم تشريحي للمفصل الفكي الصدغي بمقطع جانبي. بالنسبة لنا طبعا القرص المفصلي والمفصل محفوظ بالمحفظة المفصلية الكبسول. الكبسول الموجودة محيطة بالمفصل بالكامل. مثل ما لنا شايفين بالصورة، رقم واحد اللي هو الكونديل اللقمة، رقم اثنين اللي هو الديسك مكان الديسك القرص المفصلي، رقم ثلاثة اللي هي الجلينويد فوسا التجويف العنابي أو الحفرة العنابية، واللي هي جزء من الجزء السفلي للعظم الصدغي التمبورال الأوست تمبورال، والأربعة رقم أربعة تبركولوم أرتيكولر الحدبة المفصلية إن شاء الله. مالنا شايفين بالصورة الثالثة كيف عم يكون توضع الديسك القرص المفصلي مثل ما حكينا للأعلى والأمام من الكوندايل، والكوندايل عم بيضغط على الجزء المركزي الرقيق، والأكثر سخانة هو الجزء الخلفي والجزء الأمامي، والجزء الخلفي أكثر سخانة من الجزء الأمامي من الديسك. طبعا نحن بالنسبة لنا الفك السفلي بيتمفصل تمفصل ثنائي الجانب مع قاعدة الجمجمة. مثل ما قلنا من كل طرف بيتواجد عنا مفصل فكي صدغي، بيتواجد عنا تمفصل للفك السفلي مع العظم الصدغي، الجزء السفلي من العظم الصدغي بكل جانب من قاعدة الجمجمة مع العظم الصدغي اليمين واليسار. في عنا التمفصل مع الفك السفلي يلي بيشكل عنا الجوينت التي ام جي التيمبورو مانديبولار جوينت، مفصل الفك الصدغي الايمن والمفصل الفك الصدغي الايسر. بالتالي عنا المفصل الفك الصدغي بالجانبين من الفك السفلي من اليمين ومن اليسار بيحققوا تمفصل ثنائي للفك السفلي. طبعا هذه الطريقة من التمفصل متميزة بكامل جسم الإنسان للمفصل الفك الصدغي للفك السفلي. وبالتالي المفصل الفكي الصدغي له طريقة تمفصل متميزة بتحقق له آلية خاصة لآلية عمله وآلية حركة الفك السفلي تبعا لذلك، يلي بتحقق لنا طبعا وظائف الفك السفلي مع المفصل الفكي الصدغي من خلال مضغ الطعام، من خلال قطع الطعام، من خلال البلع، من خلال الكلام. كل هذه الوظائف الحيوية يلي بتتحقق من خلال التمفصل تمفصل الفك السفلي
من خلال المفصل الفكي الصدغي. طيب، والمفصل الفكي الصدغي بآليته الميكانيكية ميكانيكيا يعتبر عتلة من الصنف الثاني، اللي بتشبه بآلية عملها كسارة البندق. كسارة البندق يلي بيكون نقطة التمفصل في الزاوية في الطرف، ومن الطرف الآخر بتكون القوة المطبقة اللي عم تطبق، وفي الوسط بتكون لقمة الطعام الممضوغة يلي تخضع لتأثير القوة المطبقة من طرف، ومع المفصل الجوينت من طرف آخر. احنا شايفين بالصورة هي آلية عمل كسارة البندق، واللي مثلها تماما آلية عمل المفصل الفكي الصدغي، وآلية عمل خلينا نقول وظائف الفك السفلي كاملة، ومع المفصل الفكي الصدغي والمركب الفكي الوجهي بطريقة أداء القوى الميكانيكية، سواء أثناء جميع حركات الفك السفلي الفراغية ثلاثية الأبعاد في كل الاتجاهات، حركة الفتح الانزلاقية وحركة الفتح الدورانية، سوري حركة بالبداية طبعا الحركة الدورانية والحركة الانزلاقية والحركة الأمامية والحركة الجانبية، وحركات قطع الطعام ومضغ الطعام والكلام والبلع، وسوى ذلك من كل الوظائف الميكانيكية اللي بتندرج ضمن القائمة بمشاركة العضلات المحيطة، وفي مقدمتها طبعا العضلات الماضغة والمبوقة والشفوية وما إلى ذلك من كمالة المركب إن شاء الله، طبعا تحت إدارة وتنظيم الجملة العضلية العصبية الـ SNM. كسارة البندق اسم معزوفة مشهورة لتشايكوفسكي، فما بننسى نذكرها إن شاء الله بمحاضرتنا. عن تمت دراسة حركات الفك السفلي ووضع لها مخططات دراسة تحليلية كاملة للإرشاد الأمامي حسب مخطط بوسلت، والإرشاد الجانبي للجانب العامل وغير العامل حسب مخطط بنت وزاوية بنت، وهي مهمة جدا لدراسة الإطباق ونقل العلاقة كاملة للمطبق أثناء أي معالجات، بالذات معالجات المفصل الفكي الصدغي. شو اللي بيصير أثناء عملية الفتح والإغلاق؟ عمليا القرص المفصلي بياخد وضعية ثابتة بالنسبة للقمة الفك السفلي، بحيث يكون دائما للأمام، ولقمة الفك مثل ما قلنا عم تضغط أو متوضعة باتجاه الجزء المركزي للقرص المفصلي. ميزة هالموضوع هذا نحن بالنسبة لنا هذا بيحدد لنا مسار الحركة، يلي عم يعطينا هو حركة دائرية في البداية، وبعدين بتترافق حركة دورانية مع فتح، واللي هي موضحة بحركة بوسلت، مخطط بوسلت. بالنسبة لنا هلا نصف الحركة الأولى يلي هي حركة دورانية صرفة مثل ما حكينا، عم بتكون خاضعة لحركة المفصل يلي عم يكون عم ينشد من جميع الأطراف، سواء من خلال تثبيته من الأطراف الجانبية بالأربطة الجانبية الأنسية والوحشية، والحركة الشد عم بتكون من خلال الرأس العلوي للعضلة الجناحية الوحشية. ولحتى ما يكون هذا الشد مفرط وما يؤدي لاختلال لوضعية القرص المفصلي بالنسبة للقمة، لحتى ما القرص المفصلي ينزلق للأمام زيادة، فهو مقيد بحركة الأربطة خلف القرصية يلي بتكون للخلف من القرص، واللي بتربط القرص المفصلي باللقمة من جهة وبالعظم الصدغي من جهة تانية. من طرف العظم الصدغي هي عبارة عن ألياف مرنة، من طرف المفصل هي ألياف كولاجينية كثيفة بتتحمل القوى الضاغطة يلي بتحصل لها أثناء عملية الضغط تبع المفصل. هلأ بالنسبة لنا الجزء المركزي من القرص المفصلي هو جزء خالي من التوعية الدموية وخالي من الأعصاب، من النهايات العصبية الحسية، ولذلك الحركات المفصلية بتصير بشكل سليم وبشكل غير مزعج وبشكل طبيعي. لكن بالآليات المرضية بيتغير عنا هذا الوضع، وهذا اللي هلأ بدنا نحكي عنه. الجزء المركزي من الديسك القرص المفصلي
بيتخذ ترويته أو تغذيته بالارتشاف. الجزء الخلفي، الخلف قرصي، هو غني بالتوعية وبيمد كامل المفصل بالتغذية مثل ما ذكرنا بالارتشاف. والجزء الخلف قرصي كمان غني بالتوعية وبالتعصيب، وبالتالي لذلك أي ضغط عليه وأي التهاب عليه راح يسبب ألم، ألم شديد وآلام شديدة. الجزء خلف القرصي سميك وثخين وبيأمن حماية للمفصل، بينما الجزء المركزي من القرص المفصلي رقيق جدا وبالتالي عرضة للانثقاب حسب الآلية الإمراضية يلي حنتكلم عنها طبعا بالآفات التنكسية. بالنسبة لنا الاضطرابات اللي بتصير عنا بالمفصل الفكي الصدغي واللي بتترافق بأصوات مفصلية هي انزياح القرص المفصلي، التهاب عظمي مفصلي، صرير ليلي، وتحت خلع. هلا حنحكي عن كل وحدة لحال. انزياح القرص المفصلي، بالنسبة لانزياح القرص المفصلي بيصير نتيجة انه بيصير في عنا شد مفرط من الرأس العلوي للعضلة الجناحية الوحشية، بيسبب اختلال للوضعية اللي حكينا عنها بين القرص المفصلي وبين اللقمة، بحيث انه القرص المفصلي بيصير بوضعية أمامية مقارنة بلقمة الفك، وبالتالي لقمة الفك ما بتعود بتضغط على الجزء المركزي الخالي من التوعية وخالي من الأعصاب، وإنما بتصير بتضغط على القرص، على الجزء الخلفي من القرص واللي هو مليان بالأربطة ومليان بالتوعية ومليان بالأعصاب. وبالتالي نتيجة لهذا الشيء فبيصير في عنا الوزمة، فبتصير في عنا ضغط بيسبب لنا من ناحية حالة التهابية ومن ناحية آلام مفرطة نتيجة الضغط على المنطقة خلف القرصية أثناء الانزياح الأمامي للقرص المفصلي عموما. والانزياح طبعا ممكن يكون لاتجاهات عديدة، للأمام، للخلف، باتجاه الجوانب، لكن أكثر من 90% من حالات الانزياح هي انزياح أمامي للقرص المفصلي. طبعا بينتج عنا من هذا الشيء انه بيصير في عنا نتيجة التوعية ونتيجة الأعصاب بينشأ عنا الألم، بينشأ عنا الالتهاب والوزمة، وبالطبع تجمع السوائل والوزمة اللي بدها تصير كمان كل ما بتزيد في إفراط الألم، وبالتالي كمان بتزيد الضغط وبيصير في عنا تهتك بالأربطة، وهذا كله عم يترافق بزيادة في الالتهاب وزيادة في الألم، وبالتالي العملية عملية التخرب عم بتكون في بشكل متزايد. وبالتالي طبعا نحن نتيجة هذا الموضوع بفيق المريض مو قادر انه يسكر تمه، في تمه مفتوح ما عم يقدر انه يسكره نتيجة الورم والوزمة الحاصلة غالبا طبعا هذا الكلام، بالإضافة للآلام، يعني مو بس ما عم يقدر وكل ما بده يضغط لحتى يحاول انه يسكر ألم فظيع. الاستجابة المرضية تجاه الحالة هي بتتظاهر عنا بطريقتين. الطريقة الأولى إنه يكون في عنا استجابة تلاؤمية، بحيث إنه التهتك اللي عم بيصير بترافق بتمطط بالأربطة، فالقرص المفصلي بياخد وضعية أمامية تلاؤمية، بحيث إنه بيتعود وبيتكيف المفصل على إنه ياخد هالوضعية الأمامية اللي هي وضعية مرضية، ولكن بيتأقلم وبيتكيف معها، بيكون في شيء من تحدد الحركة، لكن بيتعود ان المفصل انه ما يترافق بألم، ما يترافق بالتهابات، وبتتمطط الأربطة بحيث تأدي الحركات المطلوبة قدر المستطاع. طبعا هي الاستجابة هي الاستجابة المزمنة يلي بتجي بعد الاستجابة الحادة. في البداية طبعا استجابة حادة، آلام والتهاب ووزمة مثل ما حكينا، وفيما بعد بيصير التنكس باتجاه أنها تقلب الآلية الإمراضية للإزمان وتصير آلية مزمنة، ويتعود عليها المريض وتزول الآلام، ولكن يحصل تحدث شديد بالحركة، وبالتالي بده يتأقلم المريض مع وضعية جديدة للمفصل الفكي الصدغي.
انزياح القرص المفصلي ممكن يكون باتجاه الأمام، ممكن يكون باتجاه الأنسي والوحشي، وممكن يكون باتجاه الخلف. أغلب الحالات هي انزياح أمامي، ونادر أنه يكون بانزياح خلفي. طبعا بالنسبة لنا نحن الانزياح ممكن يكون ردود أو انزياح غير ردود. الانزياح الردود في البداية هو نتيجة الحركة اللي عم بتصير، التسمية تابعة للحركة اللي عم بتصير. الانزياح القرص المفصلي بوضعية متقدمة، بحالة الإغلاق أو وضعية الإطباق ووضعية العلاقة المركزية، بيكون واخد وضعية أمامية بالنسبة للقمة الفك. أثناء عملية الفتح بيصير لقمة الفك بتتحرك للأمام والقرص المفصلي بيتراجع للخلف. عملية التراجع هي بتؤدي لضغط اللقمة على القرص المفصلي، وبالتالي بتصير عندنا الطقة أثناء الفتح. وعملية الإغلاق أثناء إغلاق لقمة الفك كمان بتتراجع لقمة الفك، وبيرجع القرص المفصلي لهذا الغضروف بيرجع لياخذ وضعيته الأمامية المرضية بالنسبة للقمة. فبيصير كمان عملية انضغاط للقرص المفصلي بين اللقمة وبين القنزعة المفصلية، فبيؤدي للطقة الثانية. فالانزياح الردود بيتميز بوجود طقتين، طقة أثناء الفتح وطقة أثناء الإغلاق. أما الانزياح الغير ردود فما بيترافق بطاقة مفصلية. إذن فالانزياح الردود واللي هو الانزياح في الحالة الحادة بيكون المفصل القرص المفصلي متوضع للأمام من مكانه الطبيعي بالنسبة للقمة. أثناء عملية الفتح بيرجع لوضعه الطبيعي، وطبعا أثناء هالحركة فبتصير عندنا الطاقة المفصلية بالفتح وفي الإغلاق. بالإضافة إنه بيصير في انحراف بالفك السفلي، انحراف مفاجئ وبيرجع لمساره الطبيعي أثناء الفتح. طيب، أما بالنسبة للغير ردود فالقرص المفصلي حيظل متوضع بشكل دائم للأمام من اللقمة أثناء عملية الفتح والإغلاق، وبالتالي ما بيصير في عنا فرقعة مفصلية. إذن الردود طاقتين، طاقتين مفصليات. الغير ردود ما في طاقات مفصلية. بالغير ردود القرص متوضع دائما للأمام من اللقمة. بالردود القرص في الوضعية الأساسية عند إغلاق الفك بيكون متوضع للأمام من اللقمة، وأثناء الفتح بيصير بيتراجع لحتى يصير اللقمة عم تضغط على الجزء المركزي. يعني الوضعية بيرجع للوضعية الطبيعية اللي هي معروفة، وبعدين بيرجع أثناء الإغلاق بيرجع القرص المفصلي ليتوضع للأمام من اللقمة. القرص المفصلي الردود هو حالة التهابية حادة وعلاجها يسير، لكن التهاب المفصل الفكي انزياح القرص المفصلي الغير ردود، انزياح المفصل غير الردود هو حالة مزمنة، وبالتالي علاجها صعب جدا وطويل. وطبعا المفصل بحسب بنيته اللي هي بنية غضروفية، فلذلك تعافيها بطيء وتطورها، آلية التطور تبعها بتاخذ وقت وزمن طويل. بالانزياح الغير ردود هو عمليا انه القرص المفصلي صار في عندنا تمطط زائد جدا للاربطه خلف القرصيه، فما عاد في عنده عمليه ضبط كنترول لوضعيه القرص المفصلي. فالقرص المفصلي هو بشكل دائم امام اللقمه، وبالتالي طبعا وضعيته الاماميه بالنسبه للقمه بتحدد كثير من حركه اللقمه، وبالتالي بتصير عندنا عمليه فتح الفم هي حركه محدوده جدا إمكانية فتح الفم. إذا فالالتهاب الحاد هو عدم القدرة على إرجاع الفك لوضعه، إرجاع اللقمة لوضعيتها الطبيعية نتيجة الانتفاخ والوزمة والالتهاب الحاصل في النسج خلف القرصية. أما بالنسبة وطبعا هذا بالنسبة لنا بالانزياح الحاد عم نحكي، والمزمن كمان والالتهاب والانزياح الردود والغير ردود. عموما في عنا حالة التهابية بالنسج خلف القرصية تمنع المفصل للرجوع إلى الوراء بشكل كامل بالوضعية الطبيعية. بالنسبة للمزمن للانزياح القرصي الغير ردود،
تحدد الحركة الشديد عم بيكون نتيجة الوضعية الدائمة للقرص المفصلي للأمام من اللقمة، فعم يعيق الحركة. فإذا إعاقة الحركة الشديدة بالمزمن بالغير ردود هي جاية من توضع الأمامي للقرص المفصلي بشكل دائم أمام اللقمة، والألم وعدم القدرة على إغلاق الفك وعدم القدرة على الرجوع للوضعية الطبيعية للقمة والقرص في المفصل الفكي الصدغي سواء بالحالة الالتهابية الحادة أو المزمنة عم يكون نتيجة الانتفاخ ونتيجة الوزمة والالتهاب الحاصل في النسوج خلف القرصية. فعدم القدرة على الرجوع للوراء هي الحالة الالتهابية، وتحدد الحركة هو القرص المفصلي من الأمام. طبعا بالنسبة للانزياح كمان ممكن يكون انزياح جزئي او انزياح تام. الانزياح الجزئي هو لما بتكون الحالة التهابية حادة، عم يكون في عنا تمطط بالاربطة، عم يكون في عنا تهتك فيها، لكن الانزياح جزئي يعني القرص المفصلي ما خرج بشكل كامل عن وضعيته بالنسبة للقمة. اما بالنسبة للانزياح التام فهو انه خروج كامل للقرص المفصلي، وهذا نتيجة تهتك كبير جدا بالنسبة للأربطة. وبالتالي طبعا الانزياح التام هو حكما داخل بمرحلة الإزمان. الانزياح الجزئي ممكن يكون مزمن، ممكن يكون حاد. طبعا بالنسبة للآلية الإمراضية هي آلية سببية طبعا، فالأسباب مو كتير واضحة، لكن أسبابها دائما تتعلق بأمرين: العامل الرضي والعامل النفسي. طبعا بالنسبة للعامل الرضي في عندنا الردود الكبرى، ردود الوجه والفكين اللي ممكن تصير، وبالذات إذا كان الرد على الفك السفلي والمفصل الفكي الصدغي بشكل مباشر نتيجة قلع أسنان رضي، وبالذات قلع ضروس العقل ممكن يترافق بخلق بهالانزياح بالانزياحات هي، والاثار المرضيه الاخرى اللي ممكن تتظاهر على المفصل الفكي الصدغي. المعالجه سنيه لفتره طويله اذا كانت الجلسه طويله شوي، وعمليه فتح الفم بشكل مستمر لفتره طويله ممكن تؤدي. عمليه تنبيب مرافق للتخدير العام، اذيات ردود بالعنق، كلياتها هي ممكن تكون مسببات لاذيات المفصل الفكي الصدغي ويصير في انزياح بالقرص المفصلي. طبعا نقاط التماس المبكر كمان، تداخلات اطباقيه، صرير، كلياتها هي من اهم الاسباب اللي بتؤدي كمان لهالشيء. هاد كلياتها بتسبب ردود دقيقه على المفصل الفكي الصدري بشكل خاص. طبعا اهم ردود مؤذيه للمفصل الفكي الصدري هي اللي بتنتج عن تداخلات اطباقيه تؤدي لحركه خلفيه قصريه على الفك، لقمه الفك السفلي. الحركة الخلفية القصرية هي ممكن نتيجة تعويضات تكون أثناء تسجيل خاطئ للعلاقة المركزية نتيجة ضغط الفك السفلي بشكل قصري لياخذ أقصى وضعية خلفية قصرية غير طبيعية، وبالتالي هذا تسجيل خاطئ للعلاقة المركزية. العلاقة المركزية هي أقصى وضع خلفي طبيعي للقمة، لقمة الفك السفلي، بدون ما يكون في ضغط على الفك السفلي. العلاقة المركزية هي أقصى وضع خلفي غير قصري. لازم لما نطبق دراسة أو خلينا نقول ناخد العلاقة المركزية CR. طبعا واخر شيء التوتر النفسي، اضطرابات هرمونيه غذائيه، حساسيه تجاه بعض الادويه، كلها هي من العوامل اللي بتساعد وبتاهب كثير لحصول هذا الشيء، وخاصه انه بالذات طبعا العامل النفسي يلي بيؤدي لخلل عضلي وظيفي مرتبط بالراس العلوي للعضله الجناحيه الوحشيه يلي هي بدايه الاليه الامراضيه، من خلال لما يصير في تشنج على العضله الجناحيه الوحشيه وبالذات الرأس العلوي ويتقلص، فيسحب القرص المفصلي من وضعيته الطبيعية، وبالتالي بتنشأ بقى دائرة الأذية ودائرة الآلية الإمراضية. بالنسبة للتشخيص، نحن شلون ممكن نقدر نميز إذا كان في انزياح للقرص المفصلي؟ أثناء فتح الفم إذا حدث انحراف مفاجئ للفك
بأثناء الحركة، أثناء حركة الفتح. هالانحراف المفاجئ فهو بيدلنا على وجود انزياح. إذا كان في تحدد بحركة الفتح ما قدر يفتح الفم بشكل كامل فهو عبارة عن انزياح غير ردود، إذا كان في انحراف فهو عبارة عن انزياح ردود. في المفصل يلي انحرف باتجاهه الفك أثناء عملية أثناء حركة الفتح، شلون بنميزه عن انحراف الفك السفلي الأساسي؟ انحراف الفك السفلي كل ما فتحت المريض تمه كل ما الانحراف بيزداد، فالانحراف مستمر أثناء حركة الفتح. أما بالنسبة اللي عنده انزياح بالقرص المفصلي فالانحراف بالفك بيصير بس بشكل فجائي في بداية عملية فتح الفم، وفيما بعد بيستمر. فلذلك ما بيستمر الانحراف، وإنما بس بتتم عملية الفتح بشكل كامل، وببداية فتح الفم أول ما بيحرك الفك باتجاه الأسفل بيصير في انحراف مفاجئ للفك السفلي. الأصوات اللي حكينا عنها من وسائل تشخيصية، إذا في طاقة مفصلية مضاعفة أثناء الفتح والإغلاق فهذا انزياح قرصي ردود، انزياح أمامي ردود للقرص المفصلي. اختبار الضغط، إنه نحن نضغط الفك السفلي واللقمة نحو الأعلى، فالمفروض إنه ما تترافق بألم إذا كانت الحالة طبيعية، أما إذا ترافقت بألم فهذا معناته في عنا حالة مرضية وفي عنا انزياح. طبعا تصوير بالرنين المغناطيسي، عملية الجس للمفصل وترافقها بألم وحس انزعاج، ممكن الجس يصير من الخارج أو من الداخل، وهو الأفضل طبعا الجس من داخل الحفرة الأذنية، والضغط باتجاه المفصل من الخلف، من خلف المفصل، فمن بيدخل من ضخ الإصبع السبابة ضمن مجرى السمع، وبنضغط على المفصل من الخلف، بنضغط عليه باتجاه المفصل، وبنطلب من المريض انه يفتح تمه، فبيترافق بألم ما بيقدر يعني يتحمله المريض اذا كان عنده آفة متعلقة بالمفصل. أهم شيء بالنسبة لمعالجة انزياح القرص المفصلي للأمام هي جبيرة إعادة الوضع الأمامي للفك السفلي. هالجبيرة جبيرة بترفع بتأمن رفع عضة بحيث تفصل الإطباق، وبالتالي تمنع الجهد والضغط الممارس على المفصل الفكي الصدغي. بنفس الوقت بتأمن لنا وضعية أمامية للفك السفلي للأمام من العلاقة المركزية، وبالتالي يزول عنا الضغط الراد يلي عم يصير من قبل المفصل على النسج خلف القرصية، لحتى ترجع تقدر ترمم حالها وتستعيد التروية الطبيعية، لأن الضغط الزايد على النسج خلف القرصية بيؤدي إلى تجفاف التوعية، وبالتالي كل ما لا بيصير في تراجع وتنكس بالنسبة للأربطة خلف القرصية، ناهيك عن الرد يلي عم يسبب تهتك باستمرار زائد للأربطة خلف القرصية. فبالتالي زوال الضغط، زوال الرد عن النسج خلف القرصية وعن المفصل بشكل عام، بيؤدي لاستعادة التوعية واستعادة الترميم وزوال الألم نتيجة زوال الضغط على النهايات العصبية، يستعيد المفصل الفكي وضعه الطبيعي من خلال أنه تستعيد اللقمة الفكية علاقتها الطبيعية مع القرص المفصلي، تستعيد الأربطة مرونتها لحتى تقدر ترجع الأربطة خلف القرصية تصير مرنة بالشكل الطبيعي بوضعه الطبيعي السابق، اللي يرجع يشد القرص المفصلي من أول وجديد ويضبط حركته ويضبط وضعيته الأساسية. من هون نحن بنأكد على أنه في عنا صفيحة قاسية بتأمن لنا إزالة التشنج، بنطبقها لمدة أسبوعين، إذا كان في عنا تشنجات عضلية عالية جداً، طبعا بالذات مثل ما حكينا تشنج الرأس العلوي للعضلة الجناحية الوحشية، إذا في عنده ضزز ليلي، وبعدين ننتقل لصفيحة مرنة ممكن نقول. وأهم شيء جبيرة إعادة الوضع الأمامي للفك السفلي، اللي هي بتعطينا توضع أمامي للفك السفلي لحتى مثل ما قلنا يرتخى المفصل ويقدر يرمم نفسه. طبعا رفع العضة بده يكون بمقدار يأمن فعلا انفكاك الإطباق بشكل كامل وبشكل حر، يأمن إزالة جميع التوترات والتشنجات اللي موجودة على المفصل.
اي رفع عضة بده يكون عندنا بالنسبة لنا لآفات مفصلية ما بيقل عن 2 ميلي، 2 لل 5 ميلي تقريبا بهالحدود. الصفائح الحرارية خلينا نقول اللي بتتواجد بتكون عبارة عن 3/4 ميلي. هي الصفائح اللي تستخدم عموما بالسناب اون مثلا. 1 ميلي صفائح تستخدم للتبييض. 1.5 ميلي خلينا نقول تقريبا مثلا، اللي ممكن نستخدمها كمثبتات، كصفيحات فاكيوم مثبتة. وبدءا من 2 ميلي فما فوق، 5 لل 5 ميلي وبسمكات مختلفة، مشان نحن نعالج المفصل الفكي الصدغي. طبعا نحن بنحتاج هون أدوية مرخية عضلية بالذات لحتى ترجع يصير في عنا تناسق عضلي وظيفي بالذات للرأس العلوي، للعضلة الجناحية الوحشية، مسكنات الألم نتيجة الألم اللي عم بتصير عنا، وأفضلها هي الأسبرين، كمادات حارة على المنطقة المصابة، كلياتها هي بتفيدنا بأنه تخفف الألم، تخفف الوزمة والالتهاب، تروح الأسباب العرضية اللي عم بتكون نتيجة التوتر، التوتر العضلي والشد العضلي الحاصل. طبعا دائما بآفات المفصلية لازم نتجنب الحركات الفكية الواسعة، التغذية تكون تغذية بتعتمد على طعام رخو، ونتجنب الانفعالات النفسية. والطعام القاسي طبعا بشكل عام بدنا قدر الإمكان إذا تجنبنا، ولكن كمان الأكل ما ناكل بلقم كبيرة، بناكل بلقم صغيرة، بنقطع الطعام لقطع صغيرة إن شاء الله. من المرخيات العضلية مثل الريلاكسون، فأهم شيء عندنا نحن أنه نتجاوز الوزمة، نوصل لحالة من الاسترخاء العضلي، ونتجاوز مرحلة الألم، ونتابع بتطبيق العلاج برفع العضة. نعم. هذا بالنسبة للانزياح، انزياح القرص المفصلي. الآفة الثانية لآفات المفصل هي التهاب عظمي مفصلي. التهاب عظمي مفصلي، المفصل هو عبارة عن بنية نسيجية زلالية فيها سائل مفصلي متحرك، فآليته ديناميكية ميكانيكية من خلال حركة المفصل وحركة اللقمة والقرص المفصلي. هالمنطقة هي إذا خضعت لالتهاب عظمي مفصلي بيصير في تآكل وتخرب للنسج الرخوة المفصلية، وبيصير استحالة للأجزاء العظمية اللي بتتمثل بسطح اللقمة وبتتمثل بالقنزعة المفصلية، فبتصير بتتسطح هالسطوح، هي بيصيبها التسطح، بالإضافة مثل ما قلنا لتآكل وتخرب النسج الرخوة المفصلية. طبعا بالنسبة لهالآفة بتنتج عن التقدم بالعمر، من أكثر الأمراض اللي بتصير مع المتقدمين بالعمر فوق 40 سنة، تحت 40 قليل جدا أنه تحدث مثل هالآفات وهالإصابات. أسبابها مشاكل إطباقية كثيرة نتيجة مشاكل في الأسنان، مثلا فقدان الأسنان الخلفية وعدم التعويض عنها، فرط نشاط العضلات الماضغة، عم بيصير في ضغط أقوى من اللازم، ومع التقدم بالعمر عملية الترميم، ترميم الجسم بشكل عام بتخف عن عمر الشباب، فلذلك الآلية بتتجه باتجاه الاستحالة والضمور، فبيصير في تخرب بالنسج الرخوي وبيصير في استحالة بالنسج العظمية. من أهم الأسباب كمان اللي هو عظم أحادي، المضغ الأحادي الجانب المزمن، دائما الأكل على طرف وجانب واحد بيؤدي لأذيات على مستوى المفصل. فالآفة الالتهاب هو عبارة عن آفة تنكسية عم بتصير مع تقدم العمر، تجفاف السوائل بشكل عام من الجسم، الخلايا تجددها ونشاطها عم يخف، وبالتالي آلية تأقلمها تكيفها تجددها عم يتباطأ، وبالتالي المتغيرات والظروف ومواكبة المتغيرات والتأقلم مع المتغيرات بيصير أضعف،
ونتيجة الموضوع فراح يصير في عنا التنكسات والاستحالات اللي ذكرناها. وبالتالي طبعا إذا كان في عنا آليات وظيفية وسلوكيات غير نموذجية، كمان راح تزيد عنا من حصول هي الآفات، لأنه البنية لما بتكون بنية شابة، أو خلينا نقول لما بتكون بنية ديناميكية حيوية، بتقدر تعاوض كل الأذيات. لكن لما بتصير عنا الأذية تراكمية، ولما بيصير الجسم متراجع مع تقدم العلم العمر على سرعة الشفاء والالتئام، فلما بيصير في عنا بطء بالشفاء وبيصير في عنا تراكم بالأذية، فبتصير عنا الاستحالة التنكسية وبتصير التهاب المفصل الفكي اللي ذكرناه. فالالتهاب العظمي المفصلي عمليا أهم نقطة فيه هو تجفاف سوائل المفصل منه، يلي هي راح تسبب لنا إشكالية تضخم الأضرار الناتجة عن أي أذية، وتأخر سرعة شفائه. طبعا تأخر سرعة الشفاء بشكل عام كمفصل بتكون هي طويلة الأمد، فإذا صار المفصل ذو آلية وظيفية بطيئة وذو آلية وظيفية هرمة، فبيصير الالتهاب والالتهاب العظمي المفصلي مثل ما حكينا بيصير تأهبه أعلى على بكتير. ليش؟ لأنه نحن مثل ما حكينا المفصل بطيء الالتئام، ومع تقدم العمر وتدهور الآلية الوظيفية وتدهور البنية التشريحية وبطء الشفاء وتراكم الأذيات، إذا فصار في عنا نسبة عالية ونسبة متزايدة للأذية، ونسبة منخفضة ومتراكمة للانخفاض باتجاه الشفاء. هي كلياتها بتؤدي ل يصير في خشونة بالسطوح المفصلية، بدل ما يكون السطوح هي كلياتها تكون ثقيلة ولامعة بوضع الطبيعي. طبعا راح تترافق بآلام، راح تترافق بتحدد بحركة المفصل، وراح يصير في عنا أصوات مفصلية تتميز بفرقعة مفصلية، وممكن تكون الأصوات مشابهة لخشخشة مثل احتكاك الورق الجاف. الوسيلة التشخيصية طبعا هي الصورة الشعاعية، يلي بتورجينا انه صار في عنا تناقص بالمسافة المفصلية نتيجة الاستحالة اللي كنا عم نحكي عنها، وتسطح بالسطوح المفصلية العظمية يلي عم بتكون بمواجهة القرص المفصلي، سواء على مستوى اللقمة وعلى مستوى الجوف العنابي والقنزع المفصلية. بالتالي أذيات المفصل عموما لما حتكون عنا أو عنا ضيق انضغاط بالمسافة المفصلية عموما بأعمار الشباب، إذا ما تعالجت فهذا الشيء عم يعطينا إنذار إنه نحن ما رح يمشي المفصل باتجاه مع تقدم العمر إنه يصير في التهاب عظمي مفصلي، بالإضافة للإصابة والأذية اللي كنا عم نحكي عنها، يعني تراكم أذيات بيتجه باتجاه التهاب عظمي مفصلي. طبعا المعالجة بنرجع لنفس المبدأ، تخفيف الضغط والجهود الميكانيكية المطبقة على المفصل الفكي الصدغي، وبالتالي راح تكون في عنا جبائر إطباقية لرفع العضة تساعدنا على ترميم العضلات الماضغة واستعادة وظيفتها الطبيعية، استعادة التروية الطبيعية للنسج المفصلية لحتى تترمم وتشفى، واستخدام الكمادات الحارة يلي ممكن تساعدنا بأنه تخفيف الألم، تخفيف الوزن، المظاهر المرضية كلياتها لا تسرع الشفاء. الآفة الثالثة اللي ذكرناها يلي هي الصرير الليلي البروكسيسم. الصرير الليلي طبعا هو عبارة عن تشنجات تقلصات عضلية بتصير لفترات زمنية متناوبة طويلة أثناء النوم، تحصل بتسبب انه في الإنسان معه آلام عضلية، معه آلام بالمفصل، معه بيترافق ممكن توصل لآفات مفصلية، تترافق بأصوات مفصلية، تترافق بصداع، إرهاق مستمر نتيجة عدم أخذ الراحة الكافية أثناء النوم. أغلب أسبابها هي توتر عاطفي وتداخلات إطباقية.
وبالتالي المعالجة الأساسية بالنسبة للصرير لما يكون في عنا هالشي هو نفس المبدأ، إزالة التوتر النفسي، وضع الثقة بين الطبيب والمريض، إزالة التداخلات الإطباقية، مرخيات عضلية، جبيرة إطباقية ممكن تكون في البداية قاسية وفيما بعد تصير لينة، ما تتجاوز طبعا الأسبوعين المسألة بالنسبة لارتدائها، بتكون الحالة تحسنت بشكل كبير، حتى ممكن خلال 2 3 أيام انها تتحسن بشكل كبير الا اذا كانت متقدمه. طبعا الجبيره بتامن لنا انه كل الاسنان بتكون عم تطبق على الجبيره بشكل متساوي، وبالتالي بتزيل عنا مشكله النقاط التماس الاوليه اللي ممكن تكون هي سبب. والتحسن بالجبائر هو دليل لوحده على انه في عنا مشكله في تداخل اطباقي معين لابد من معالجته لحتى نزيل السبب. يعني هي كلها الجبائر هي معالجة عرضية، وأما المعالجة السببية إذا كانت بنقاط تماس أولية بتداخلات إطباقية فلا بد من معالجتها. طبعا والجبيرة بتأمن لنا استقرار للفك السفلي بالذات بوضعية العلاقة المركزية لما بيكون بالصرير الليلي، فبيساعد على استرخاء العضلات وتاخذ وضعية الراحة يلي بتساعد في ترميم وشفاء المفصل. الحالة الأخيرة من الحالات المرضية اللي كنا حكينا عنها من آفات المفصل الفكي الصدغي اللي هي تحت الخلع، يلي هي دون الخلع التام، خلع جزئي بالمفصل، ممكن تنتج نتيجة حركات فكية واسعة ناتجة مثلا ممكن المريض تثاؤب بفتحة كبيرة للفم، معالجة سنية وفتح الفم لفترة طويلة، قلع أسنان وبالذات ضروس العقل بيؤدي لفتح فتحة فم كبيرة تؤدي لتحت الخلع اللي كنا عم نحكي عنه، وبعض حالات التخدير العام كمان. وبالتالي طبعا المعالجة لازم تكون من خلال تحديد الحركة، ممكن حقن محلول مخدر بدون مقبض وعائي ضمن المحصلة المفصلية تؤدي لتليف الأربطة المفصلية، تساعدنا في تليفها وبالتالي تزيل حالة الارتخاء اللي حاصلة والتمطط اللي حاصل بالأربطة نتيجة الاعتياد على فتحة الفم الواسعة واللي بتسبب لنا تحت الخلع. طبعا من أهم الأمور تثبيت الفكين لمدة 10 أيام من خلال عرق إيفي أو من خلال الحاصرات التقويمية. تثبيت الفك بيؤدي لإراحة المفصل، وفيما بعد تقييد حركة الفك بحيث تصير حركة محدودة قبل ما نزيل جميع هذه المثبتات ونرجع لممارسة الحياة الطبيعية، مع التنبيه على أنه نتجنب الحركات الفكية الواسعة، نتجنب التثاؤب بفتحة فم كبيرة، نتجنب الأطعمة القاسية مثل ما قلنا، وبالذات اللقم الكبيرة نجزئ اللقم الكبيرة لعدة أجزاء لحتى تكون لقم صغيرة قابلة انه يتلقاها الفك وما تسبب ضغط قوي زايد على المفصل الفكي الصدغي. وهيك بتكون يعني تحدثنا بشكل موجز عن مجموعة الآفات للمفصل الفكي الصدغي، تشخيصه، معالجته، والأصوات الفرقعة المفصلية والخشخشة والطقطقة، طقة ثنائية الجانب، تحددات الحركة، كلياتها المظاهر السريرية اللي عم تترافق مع آفات المفصل الفكي الصدغي المتنوعة. طبعا الحالات الحادة بشكل عام بتتلاقى بتجاوب جيد وخصوصي مع المعالجة الصحيحة، الحالات المزمنة وخصوصي إذا كانت متطورة جدا، تقدم العمر، عوامل كلياتها بتكون بتشكل عنا عوائق مو سهلة لحتى نقدر نتجاوزها باتجاه استعادة شفاء المفصل الفكي يعني بشكل كامل. وإن شاء الله تكون مجموعة المعلومات نالت إعجابكم، ويسعد مساكم وتصبحوا على خير. طبعا بس أنا بحب أكد كمان بالنسبة للصرير، الصرير انعكاساته مؤذية جدا على السطوح الطاحنة من خلال سحل الحدبات، انعكاساته على آفات رباطية تكون مؤذية للرباط حول السني. طيب وردنا سؤال عن المحاضرة عن أثر رفع العضة أثناء العلاج التقويمي على المفصل،
هلا نحن بالنسبة لنا في نقطة مهمة، رفع العضة هو تعتبر مثل نقطة تماس أولي، تركيز جهده بيكون على سن واحد عموما، فلذلك على سن من بين مجموعة الأسنان، لذلك رفع العضة بنعمله عموما على بالخلف على الراحتين بكلا الجانبين لحتى يكون في تعنا توازن من الطرف الأيمن والأيسر. والراحة كسن هي سن كبير، مساحة جذره كبيرة تتحمل جهد إطباقي، أو على 4 أسنان أمامية إذا كان رفع عضة أمامي، لحتى الجهد الإطباقي يتوزع على الـ4 أسنان الأمامية، لأنه الجهد الإطباقي مو سهل عموما، بيتوزع على قوس سنية كاملة يتوزع على فقط 4 أسنان أو راحتين. فبالتالي رفع العضة عم بتكون هي عمل دخلناه بشكل طارئ لمعالجة جزئية معينة، فلذلك ما لازم نطول عموما. انعكاساتها على النسج الداعمة والرباط حول السني مثل انعكاساتها على المفصل عموما. النقطة الثانية بالموضوع، الإسراع بنزع رفع العضة طالما زال السبب اللي نحن كنا مركبينه، يعني طالما عالجنا عضة معكوسة لنفترض، أو عالجنا عضة عميقة، فطالما زال السبب فمباشرة الأفضل إنه نحن نزيل رفع العضة. رفع العضة يفضل رفعه بالتدريج وإزالتها بالتدريج. رفع العضة عموما بحدود الـ1 مليمتر تعتبر ضئيلة جدا، لأنه فك رفع العضة عموما ما بيقل عن 2 مليمتر، لكن بمقدار 1 مليمتر إذا كان كافي فيعتبر جيد لحتى ما يكون في عنا رفع عضة عالي جدا يسبب أذيات ضخمة. عموما رفع العضة رح يكون بدرجات عالية بحالات متقدمة، فيكون بارتفاع عالي، فبالنسبة لنا نحن بحاجة لرفع عضة عالي بكتير حالات، هذا الشيء وارد وحقيقي. وانفكاك الإطباق مثل ما حكيت للحالة الطبيعية ما بيقل عن 2 مليمتر، لأن الأوفر بايت والإيفر جيت الأوفرلاب عموما ما بيقل عن 2 مليمتر، 2 ل 3 مليمتر، فهي نقطة كتير مهمة. بالنسبة للمدة وسطيا 6 شهور، 3 شهور ل6 شهور هي مدة تعتبر مدة وسطية طبيعية وجيدة. أذية عموما ما عم يصير أذية، وطالما نحن مثل ما حكينا يعني عموما هو العلاج التقويمي هو علاج طارئ، يعني مدة زمنية صحية ممتدة على سنة أو سنتين، لكن عموما تعتبر مدة مقبولة مدة العلاج التقويمي بهالفترة هي. طبعا العلاج التقويمي لو نحن بدنا نشمله بفترة التثبيت أكيد حيطول أكثر من هيك، بس لكن نحن عم نحكي عن العلاج الأكتف الفعال. لو بدنا نحكي إنه أي تغير بالمفصل هو تغير غير محمود هذا شيء، ولكن التغير المرضي يلي المقصود فيه التهاب وتنكس، المقصود فيه آلام مبرحة، انتفاخ ووزمة، فهذا الشيء ما عم بيصير عموما بمعالجة تقويمية، لذلك ما في الخوف اللي نحن عم نحكي عنه بهالشكل الكبير، وخصوصي لما تكون رفع العضة مدروسة بشكل جيد. انا بالنسبه لي لرفع العضه بعملها بالجلاس ايونومير سيمنت لحتى اقدر اني شكلها بالشكل اللي بدي اياه وزيلها بسهوله. وتاني شغله، في نقطه مهمه، انه الجلاس ايونومير اذا كان في سحل حقيقي والمريض عنده مقويه عضليه فممكن يسحل رفع العضه، حشوه السيمنت هي ممكن يرفعها يسحل لها سوري، وبالتالي يعني لو كان في قوة راضة قوية تكون على حساب السيمنت ما تكون على حساب النسج الضامة أو المفصل، يعني إذا زادت عن قوة معينة معلش تنسحب رفع العضة ويجيني المريض وأرجع أرفع له إياها مرة ثانية، ولا أن تكون حشوة كومبوزيت فتسبب لي أذية، إما ينكسر الكومبوزيت نفسه وهذا الشيء طبعا نادر الحدوث، أو أنه يصير في أذية حقيقية على مستوى رباط أو مفصل. فلذلك أنا اللي بفضله أكثر أنه تكون سيمنت أول شيء من هالناحية. ثاني شيء بالنسبة للجلاس يونومير، أنا لما بركبه أول شيء بحطه وهو طري طبعا بشكل كرة بتكون قابلة للتشكيل والالتصاق، بحاوطها بالبوندينج وبالليكويد سوري،
وبطبقها على السن، على المولر. نحن عم نحكي طبعا بالرفع العضلة الخلفي، رفع العضلة الأمامي بالكومبوزيت أكيد طبعا، فلو بالكومبوزيت. بالنسبة للخلفي مثل ما حكيت بالجلاسيونومير، وطبعا أنا حريص جدا على الخلفي بهالشكل لأنه عم يتطبق على راحتين فقط، الأمامي على 4 أسنان، مساحة أوسع شوي ولو كانت الأسنان الأمامية ضعيفة مقارنة بالرحة. طبعا بعد ما عملت مثل ما قلنا كرة الجلاسيونومير على اليمين وعلى اليسار، طبعا ممكن نطبق وحدة وحدة، وفيما بعد نطبق الأولى مثلا على طرف وبعدين نطبق الثانية، أو أنا بالنسبة لي بس بدها سرعة بالتعامل بطبق التنتين مع بعض، بعمل كرة واحدة وبقسمها نصين بركبها على كلا الطرفين علوي أو سفلي. بالعلوي أنا أفضل بالنسبة لي لأنه التجفيف أفضل، لكن إذا كانت في عندي حشوات فرح أدور على السن السليم أكثر لحتى تلزق الحشوة أكثر، إذا كان في حشوات أو في تركيبات على الأسنان فحدور على الطرف اللي يكون سليم أكثر. وطبعا رفع العضة بطبقه على العلوي بالطرفين سوا أو بالسفلي بالطرفين سوا، مو طرف بالعلوي وطرف بالسفلي. المهم بنرجع للنقطة إنه بعد ما طبقتها بخلي المريض يضغط على رفع العضة لحتى أوصل للبعد العمودي المناسب، وبعدين بقول له يفك شوي بحيث أنا بكون مثبت الحشوتين بإيدي، مثبتهم بالبروب بالاكسبلورر بأداة بإيدي أو بالبراش، وبقول له يفك لحتى ما تفك رفع العضة بعد ما هو عم يفتح تمه. وبعدين طبعا بتكون هيك رفع العضة أخذت شكل تضاريس الحدبات للأضراس في الفك المقابل. وهي إجمالا بالنسبة للسؤال اللي انسألته. الله يعطيكم ألف عافية يا رب، وأي سؤال تاني إن شاء الله الله يجزيكم خير. شكرا لمتابعتكم، وأنا جاهز بإذن الله.